كعجبني الحال. دابا المغاربة بداو كيعيقوا، بداو كيفيقوا، كيهضروا ديريكت، كيتحملوا ديريكت المسؤولية لهاد محمد ستة. هاد الشيء ما كانش في واحد الوقيته. ندوز لكم واحد الفيديو في واحد الوقيته في العهد ديال ولد في سمخت الحسن السفاح، الحسن الثاني. إلا قلتي هاد الهضره اللي تشوف في هاد الفيديو، اللي غادي تشوف في هاد الفيديو، غادي يدفنك حي، بحال اللي كان كيدير في الناظور، وفي كان كيدفن الناس حيين. ولد نقول شي حاجه، ولكن فين راه؟ فين راه؟ في دار الحكام، فين ما كيتظلمش حتى شي واحد. هنا واحد الفيديو بخلاصه في 5 ولا 6 دقائق. ولاد الشعب، شوف شوف ولاد الشعب، هاد الشيء باش غادي ينتصروا ونمشيو لقدام. شوف شوف واحد الفيديو هنا. شوف الاحرار، شوف شوف داروا واحد الوقفه، المروده راهم تما. يقول لك شعبي العزيز، ملي تخرج يا ولد الشعب طالب بالحقوق ديالك، قل اللهم ان هذا منكر. انت كتضرب غير الكروفيت، كتضرب غير الضلعه. حنا راه كولاد الشعب اللي كتقول انت شعبي العزيز، واحد غير في البضاطه ياك. واش هذه فتنه اللي كنقول يا ولد الشعب؟ الله يرحم لك الوالد. قول لي واش هذه فتنه؟ هو كيضربوا في القصور، هذوك الشفاره كيضربوا عليك غير المشوي، كل ليله كل غير المشوي. انت يا ولد الشعب واحل في بطاطا، ما تقدر تشري حتى كيلو بطاطا. هذه فتنه اللي كنقول انا. ولكن اليوم ولد الشعب صافي صافي، كيقول لك ديني ديني الحبس، ديني المهم نقول كلمه الحق. قال لك كيقول لك ديني الحبس باش عاد نزيد نسخط على الوضعيه. ايه بنادم كيقول له شعبي العزيز، يخرج للشارع يتظاهر يطالب الحقوق ديالو، يقول له لا اجي انت لامك هنا، اجي 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 كطالب الحقوق، اجي لامك هنا يديك الحبس يزروطك يحشي فيك القرعه ولا قرار. هذا هو الواقع. الحقوق كيفاش الحقوق؟ بحال اللي كتقول له اعطيني نخورك حاجه كون. ولا حياء في الدين. يجي يقول لك بوصنداله اللي كيستافد من الريع، كيقول لك لا خائن. المهم ندوز هنا واحد الفيديو اللي كان حي ولاد الشعب، دار وقفه مسكين يشتكي يستغيث اللهم ان هذا موت. كيقول له ودي حنا ما لقينا حتى بطاطا، محمد السادس. المهم نخليكم الفيديو، وكنحيي هاد الشرفاء هاد الاحرار على هاد الشيء، كيخليني كندير الفيديوهات بالدارجه، شي مقاطع بالدارجه. والبركه في خي عيسى، واخا هو ريفي مسكين، كنفرقوا الادوار. انا كندير بالريفيه وخي عيسى كيدير بالدارجه، واخا هو ريفي كنقول له ما نديروا الاقصاء حتى شي واحد، لعل وعسى حتى انت كولد الشعب تستافد ودير الكوراج نجريو على هاد البيادقه الخوت. المهم دوز لكم هذا الفيديو، شوف ولاد الشعب بداو كيعيقوا. ندوز لكم الفيديو باش انحوا حضاني، قد عاد كنتم مهم سوط سيد مين وعزن، باش هذا منيني من غنقنشين باش تنوث غيضا قال الله تعالى بدا يتعزف. المهم ندوز لكم الفيديو. انه قتال ومصطف في الخندق القتاله الضحيه، حنا ما غنكونوش، نمشيو للحبس نمشيو للحبس، رافضين هاد الظروف المعيشيه اللي كنعيشوها حنا كمغاربه. اقسم بالله الا السجن احب الينا، فيه السكن المجاني وفيه التغذيه المجانيه، الرصاين صبد محمد السادس راه كتصوب بالاطنان، البوطات اللي كيطيبو ديك الشي كبير، زيد ارسيو بالعروسي والصحيح والمعطلين اللي معاه. عاد ممكن اننا نتراجعوا ونمشيو للحبس، وما غنتراجعوش، غنزيدوا نحقدوا على هاد البلاد، ماشي عليها هي بالذات، ولكن على من يسيرها ومن يدبرها. لان باش تبقى عصابه جالسه كتبحبح في ملذات العيش، اش منك يا خدام ويا حشام، تليفون واحد كيجيب مليار جوج ثلاثة، واحد 4 دراهم جالس كتعذبوا عليها وتقول له كتدور لك زوينه في الفيسبوك. اذا انفصل.
هذا خائن مخلص من الكبرانات ياك، هذا خائن ياك ياك يا ولاد السواعده يا ابو صنداله، صافي خائن حتى هذا، صافي خائن. حطك هنا الصهيونيه باش كتبنى الروايات الصهاينه، مالكم كتخافوا من المقاومه المسلحه؟ المقاومه المسلحه كتدافع على ارضها وفي هاد الارض السعيده، الى توفرت الشروط ديال الكفاح المسلح وحرب التحرير ديال العماله القوى الاجنبيه ومراكز القرار الدوليه، راه الشعب المغربي غيمشي فيها، حيت هذه خيارات تاريخيه وحتميه في التاريخ ديال الشعوب. صافي كتوفر الشروط، الله يعطيك الصحه. هادشي علاش كتخافوا؟ لان المقاومه فكره، كاين اللي كيقاوم بالموسيقى، كاين اللي كيقاوم بالكلمه، كاين اللي كيقاوم غير فيسبوك، كاين اللي هز البندقيه ويدافع على ارضه. فين عندكم المشكل؟ ولا كاع الناس اللي كيحكموا هاد البلاد الصهاينه واولياء الصهاينه، وهو هذا راه فيهم الشرعي خرج قال لك كلنا اسرائيليون، قال لا سي الشرعي اقول انا اسرائيلي، ما تقولش كلنا، حتى واحد مفروض لك تهضر باسم المغاربه. الا كان كيخلصوا الجنرالات ديال جيش الاحتلال الصهيوني راه غدا راه هدوكم بلي غينشروا لكم الغسيل ديالكم، قالوا لكم خصكم تهبطوا للتيران تهزوا الرايات وتقولوا دافعوا معنا حنا اسرائيل، حنا راه ما غنقبلوش ليكم، راه عمرها ما تكون. ولا الله عقول لكم الاحذيه كما فضل البعض، راه عمرها ما تكون. اننا لا نعقل احذيه ولا نقبلوا الايادي، حقنا نديوها بالتمام والكامل، اللي بغى بغى واللي كره كره، ورا دابا غادي ما نقبلوا الايادي. راه الميساج واضح ياك ياك، ما كنقبلوش الايادي، باز ولد الشعب. كنا كنقولوا واحد الوريقه شحال هذا، كنقولوا راه غنمشيو للاحياء وغنهبطوا الاصوات، الضمان الاجتماعي اللي حدانا، جيو يا مساكن مكرفسين عليهم جالسين غير يحماقوا، على من باش يتعالجوا؟ دابا اخ النوش والمافيا ديالو فاقت، قال لك حنا غنديروا ما سمي بالدوله الاجتماعيه. ها الدولة الاجتماعية هي، ها الدولة الاجتماعية فينا هي، هذه راه دولة بوليسية محضة، دولة قمعية بامتياز، اعتقالات الصحفيين والمدونين، اعتقالات النشطاء السلميين. هنا لابد نستحضروا الحراك السلمي المقدس بالريف جرادة وديال طاطا، ومازال حركات اجتماعية غتكون في القناة. الله يحفظك، الله يرحم الكرشه اللي خلاتك المجاهد. انت مجاهد، انت الا تعتقلتي نهز التصويره ديالك كولد الشعب كمغربي، ولا حتى نهز انا كريفي. استحضار ظل الحراك الشعبي السلمي، اقوم يجدوا مقايا ثمان وعزن ونسبوا لهم مغربيين. عز العز العز ثم العز ثم العز يا ولد الشعب. قريب العاجل في الأرض السعيدة، لأن الجوع بلغ مبلغه، والرطوعي فضل الله كريديات قال لك حنا غنديروا الدولة الاجتماعية، مثلهم مثل شي شفار كيطلع عليك في الصباح كيقول لك كنسالك 1000 ريال، غدا في الصباح كيصبح عليك يقول لك كنسالك 100 درهم، بعدو كيصبح عليك كيقول لك كنسالك 3000، هو ما كيسالك ما والو. هذاك الشخص لقيتيه في الباب في الاداره واقف ومسلح، قال لك يا ودي انا كنسالك وما غندخلش لهاد الاداره. هكا هو مثال بسيط على هاد الهيلمه اللي كيدخلوا. الوضع العام يدعو الى القلق، الوضع العام في البلاد حنا راه غير عينه بسيطه اللي كتجزئها من الوضع العام، كتلقاه نفس الشكل ونفس الواقع ونفس داك الشيء بالحرف اللي وقع هنا وقع في مدن اخرى. راه في الرباط وكازا كاين التهجير القصري ديال المغاربه، كيجي ملياردير عنده مشروع استثماري في قطاع ارضيه
الساويه الملاير، تواصل مع المصالح الزرواطيه في البلاد، كنجيو كنزلو على عباد الله ويرجعوهم ويلقاوهم شي قد ويديو لهم ديك الارض وتولي جزه ويتباع الميتر بجوج المليون وثلاثه. هو كانت عنده بريريكا تما طالب مسكين غي يبني ولو ويدخشش صافي. هذا هي الحقيقه في هذه البلاد. حنا تحت حكم نظام شمولي، كاينه فيه الملامح الشموليه، نظام ديكتاتوري، ايه الملامح ديال الديكتاتوريه، نظام ديمقراطي، نقولو ديمقراطي، كاع يدير الانتخابات والتمثيليات وداك التخربيق، بمعنى ان الناس اللي كيسيروا هاد البلاد وداك العقليه المريضه ديال الايام البصري مازالت قائمه في البلاد. وليعلم الجميع لاننا والله ما نسكتو وغنرجعو لنقطة الصفر. العز واللي كان كيراهن راه التنسيقية غتمر، التنسيقية حقا تشتات، راه ولاد الشعب غير مسكين، والله إلا بالسعدات عليهم يهبطو لنا بلون ساكت. الله يهبطو ليا هادي ليا هادي ليا أنه قتال ومصطف في الخندق القتالة والضحية. حنا ما غنكونوش، نمشيو للحبس نمشيو للحبس، رافضين هاد الظروف المعيشيه اللي كنعيشوها حنا كمغاربه. اقسم بالله الا السجن احب الينا، فيه السكن المجاني وفيه التغذيه المجانيه، الرصاين صوب محمد السادس راه كتصوب بالاطنان، البوطات اللي كيطيبوا داك الشيء كبير، نزيدو رصيو بالعروسي والصحيح والمعطلين اللي معاه. اودي الله يرحم لك الكرشه اللي خلاتك اودي ولد الشعب. دابا غادي يخرجوا هذوك اللي كيستافدوا من الكاعك واللي كينهبوا الثروات ديال ولاد الشعب، يقول لك اودي راه هذا اما عندكم اتونسيو، راه هذا ضد الوحده الترابيه، راه هادو سردوا الكبرانات كيتخلصوا من الشنقريحه كيعطيولو الفلوس للجزائر، راه هذا انفصالي، راه بغى الفتنه. هاد التهم هاد التكيات اللي غادي نصبو لولاد الشعب الا يخرج يقول كلمه الحق. ولكن كيقول لك الا بغيتي تسجنوني سجنني عاد غادي نزيد نحقد على الوضعيه. هذه نقطه مهمه، كيحقدوا بزاف دريافه اليوم كيقول لك انا بغيت نسترجع الشرعيه التاريخيه، ملي كنقولوا الشرعيه التاريخيه نردوا الدوله ديالنا. كيحقد هاد ولد الشعب على الوضعيه، حقدنا حنايا كريافه نعاودها على هذا النظام العلوي الديكتاتوري الفاشل. لك الاخوان الله يعطيك الصحه، ها كلمه حق، فين كتنصر في الميدان، هل احرار المغاربه باش كنستعرف انا كاريفي. العز ليك والتحياتي والله يعطيك الصحه يا ولد الشعب. حنايا فوقاش ما شفنا ولاد الشعب الاحرار اللي ما كيقولوش عاش، شفنا شي فيديو حنايا هنا في اوروبا غادي نهزو غادي نهضرو غادي نعمو هذيك الرساله ونكونوا الصوت ديالكم يا ولاد الشعب. تحياتي لك.